سنيم بن عبد الله خبير لدى المركز الدولي للتنمية المحلية حق رشيد في إطار مشروع فاعل فاعلة. تم اليوم تنظيم ندوة جهوية بحضور العديد من المسؤولين الجهويين المحليين عن ولاية القصرين وعن بلدية شرايع مشرق الشمس للتشاور حول آلية تم إحداثها في إطار هذا المشروع بدعم الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا، وهي تتمثل في منصة تسعى إلى التنسيق بين الهياكل العمومية المتدخلة في الشأن الشبابي من أجل مزيد إدماج حاجات الشباب في السياسات العمومية المحلية ودعم المشاركة الشبابية في الشأن المحلي. انطلاقا من التشاور اللي صار اليوم، هناك تمسك بالمسؤولين على أنه يتم تعزيز هذه الآلية باش تكون أكثر إجرائية. هي آلية غير رسمية حاليا، لكن تحاول من خلال العمل متاعها في إطار المشروع المذكور اللي هو يتمثل في فاعل فاعلة على أنها هي تزيد من الشراكة بين المتداخلين في هذا المجال. وبالإضافة إلى المسؤولين العموميين اللي كانوا حضروا في هذا اليوم، أيضا كان هناك لقاء مع أعضاء منتدى شباب شرايع مشرق الشمس اللي هما يتمثل في آلية تعمل على دعم المشاركة الشبابية في الشأن المحلي، وهو أيضا عمل يقوم به مشروع فعل لدعم الحوار بين المسؤولين والشباب من جهة وبين الشباب فيما بينهم. انطلاقا من هذه الأعمال، نذكر بأن هذه الندوة قدمت أيضا المشروع النموذجي الذي يتم إنجازه في شرايع مشرق الشمس والمتمثل في ملعب رياضي متعدد الاختصاصات، تم اختياره انطلاقا من مسار وخط التنمية المحلية المراعي لحاجيات الشباب وتكافؤ الفرص بين الجنسين الذي تم إنجازه مع مختلف الشركاء. هذه المبادرة سيتم الانطلاق في تنفيذها خلال الأسابيع القادمة بدعم مالي يناهز 400 ألف دينار.